حنا تاتا بشي نعوت ماشي مزيانة، قتلة بنت الحرام، المهم بزاف د النعوت ماشي هي هاديك. ضربت لها ديك الإبرة يعني بالعنف، تا قصحاتها بزاف وقتلة قول لي شكرا، قتلي نعتبة إلا كاين شي تقصير في الدواء أولا هذا، ولكن السبان يعني قتلي عندها ظروف وهي عليها الضغط بس سبت. الحالة النفسية د السيدة ما عجباتش ديك الشيء اللي وقع، يعني باقا متضرة في النفس ديالها. علاش عملت لي هيداك؟ أنا ما قلت لها والو، أنا مجرد قلت لها ضرب لي ليبرا، وأنا إلا ما كانش فيا الحريق ما نعيط لهاش. ضرت الزوجة ديالي وضرتنا كاملين بينا، تقدر تعملها مع واحد آخر وربما جوج وربما قبل هيدا عملاتها. السلام عليكم، أنا الولد سعد السنوني اللي وقع المشكل الزوجة ديالي في الطبيب محمد الخامس، مستشفى محمد الخامس. الزوجة ديالي تعرضت من السب والقذف من قبل واحدة الممرضة تما في المستشفى. المهم أنا ديت السيدة ديالي باش تولد، كانت الساعة ديالها باش تولد، وعندي ورقة الطبيبة اختصاصية ديالها باش تمشي استعجالا باش تولد. المهم ما شبروها شي، قالوا لنا يعني ترجعوا واحد الأسبوع. المهم رجعنا أسبوع، قالوا لنا عاود يومين. المهم على ايام بقينا ماشيين ماجين، حتى واحد الساعه مشينا نهار الحد هذا اللي فات. المهم ما شبروهاش يعاود، قالوا لنا يومين. المهم واحد السيده توسطتنا وقتنا جيو لسنين، جينا لسنين في الصباح مع 8 الصباح، قتنا جيبوا السيده تكون ما واكلاشي. المهم مشات يعني ما واكلاشي، ديتها بيدي، بقينا كنتسناوها لداخل. المهم ما دخلوهاش الى تن 11 قلت ولد دلي عاد دخلوه. بقينا كنتسناوها من 8 الصباح ملي دخلت. 8 الصباح حتى 11 وهي ما واكلاش من البارح، من العشاء البارح وهي ما واكلاش تدخلوها. المهم دخلت ولدت، علمونا بان ولدت، دخلت شفت السيده ديالي، دخلت شفت بنتي، دينا بنيتها وخلينا السيده تما نعسوها في الكولوار. بقات في الكولوار يعني ماشي في البيت، وكانوا كان بلايص خاويين في البيوت وما خلوها في الكولوار، الضو شاعل عليها. المهم واحد الممرضه كانت دايزه، السيده ديالي قتله واش يمكن واش كاين شي بلاصه لداخل، قتله كاينه، قتله واش ممكن تعاونني ندخل، قتله لا دخل بيدك. المهم ما بغاتش تساعده باش تدخل. المهم قلت للزوجه ديالي قلت لها صبر ان شاء الله دابا تخرج وما يكون ان شاء الله حتى شي مشكل. المهم لا غدا، هذا هو الموضوع المهم في هذا الشيء كامل. لا غدا مع ديك 12 الليل جاء الحريق، كانت كتوجع بالحريق وغوتت واحد الغوته باش نشي وحده يعني شي فيرميره يعني تعمل لها يعني الابره د الحريق. وخرجت واحد السيده من واحد البيت كانت ناعسه تما، ما عرفتش يعني هما كيدخلوا في 8 دلي 8 الصباح، عندهم مزاوله العمل ديالهم 8 دلي 8 الصباح، يعني 12 الليل ناعسه. المهم السيده ديالي ملي غوتت خرجت بقات كتز السبه، نعتات بشي نعوت ماشي مزيانه، قتله بنت الحرام، المهم بزاف د النعوت ماشي هي هذيك. السيده ديالي قتله صافي انا اي كان فيا الحريق وهذا، قتله خلينا ننعسو. المهم ضربت لها ديك الابره يعني بالعنف، تا قصحاتها بزاف وقتله قول لي شكرا. المهم انا علمتني السيده ديالي مع الخمسه الصباح، قالت ليها شنو وقع لي. مشيت تما للمستشفى سولت عليها، قلت لهم السميه ديالها ولا هذا، باش كنت نتجه عند المدير نعطيه السميه ونقول له هاد السيده شنو هذا. المهم ما بغاوش يساعدوني، سقسيت تما بزاف كنقول لهم اعطيوني السميه شكون هي، ما بغاوش يقولوا لي مع انهم عرفوها. المهم تسنيت الاداره تدخل، واقيلا مع 9 ونص بقيت كنتسنى. خرجت انا يعني كندخل نشوف الزوجه ديالي من 8 من 7 الصباح ل 8، خرجت بقيت كنتسنى الاداره. المهم سولت سكوريتي قلت لهم ندخل عند المدير عندي واحد الشكايه، قال لي لا خصها تكون مكتوبه. المهم قالوا لي عاود شوف الحراسه العامه، مشيت الحراسه العامه بقيت كنتسنى واحد 9 ونص، ما مجبرتش شي واحد. المهم ديك السكوريتي رجعت عنده قلت له ضروري خصني نشوف المدير، قال لي شنو المشكل اللي وقع لك؟ قلت له الزوجه ديالي راه تسبت.
المهم قال لي ندخلك عند السيدة المسؤولة على قسم الولادة. دخلت عندها وسمعت لي بصراحة. المهم ملي سمعت لي قالت لي انا ما قدرش نعاتب السيدة على حسب يعني السب والقذف. قالت لي ما قدرش نعاتبها. قالت لي نعاتبها الا كان شي تقصير في الدواء او لا هذا، ولكن السبان يعني قالت لي عندها ظروف يعني هي خدامة بوحديتها. قلت لها انا كيبانوا لي بزاف. قالت لي لا هي خدامة بوحدها مع 100 واحد، هذا مشكل الدولة هي يعني مخدمة شي يعني الناس بزاف وهي عليها الضغط بس سبت. المهم قالت لي الا كاين شي تقصير في الدواء. قلت لها لا ما كاينش تقصير مادام هي ما تعاتبهاش على السبان، يعني قلت لها صافي ما كاينش تقصير. رجعت عند السكوريتي قلت له خصني نعطي شكايه للمدير. المهم قال لي كتبها. مشيت كتبت الشكايه جيت باش ندفعها، ما المهم ما توفقتش هذاك النهار باش ندفعها. صافي مشيت في حالي، مشيت في حالي يعني ما كان في يدي حتى شي خيار اخر. التجأت للصحافه وقلت ان شاء الله نتابع هذه السيده هذه الممرضه، نتابعها بالسب والقذف علاش تسب لي الزوجه ديالي. انا كنستثني شريفات العفيفات اللي كيقوموا بمهام ديالهم على احسن قيام. حنا ما كنهضروش على ديك الطبقه هذيك، وللاسف واخا تكون واحد الطبقه اللي هي قليله اللي كيقوموا بالواجب ديالهم، ولكن كاين واحد الطبقه اللي هي كبيره شويه اللي كتعمل هاد التصرفات هذه اللي ما خصناش تكون. هذا الشيء ما خصناش يكون في المغرب. الحاله النفسيه السيده بقى يعني ما يعني مستقرة دابا حاليا، يعني ديك المشكل بصراحة باقا كتفكر فيه وما عجباتش ديك داكشي اللي وقع، يعني باقا مضرة في النفس ديالها. مضرة في النفس ديالها. كتقول لي انا يعني علاش عملت لي هيداك، انا ما قلت لها والو، انا مجرد قلت لها ضرب لي ليبرا، وانا الا ما كانش فيا الحريق ما نعيط لهاش، مع ان كانت تقصر بزاف يعني حتى التبديل ما كانوش كيبدلوا لها. كنت كندخل عند السيدة ديالي كنجبرها ما نبدلهاش حتى الصندا، واحد الساعه راه جبرت الصندا لين ترتق وما تبدلت شي. ولكن دابا هذا الشيء هذا كامل قلنا ماشي مشكل، الدنيا هانيه، ولكن باش تسبا وهذا هو اللي كيحز في النفس. باش تسب بالزوجه ديالك وتنعتب نعوت ماشي مزيانه بصراحه، ما هذا الشيء ما خصوش يكون. انا بغيت التحقيق في هذا الموضوع هذا، يعني هاد السيده خصها يعني على الاقل واحد الانذار او شي حاجه مهمه باش ما انا هاد الشيء كنعملو من اجل المواطنين كاملين. انا كنهضر باسمي وباسم جميع المواطنين، يعني هاد مادام ضرتني هاد السيده ضرت الزوجه ديالي وضرتنا كاملين بينا، تقدر تعملها مع واحد اخر وربما جوج وربما قبل هيدا عملاتها. يعني حنا خصنا هاد الشيء، يعني خصنا الحدود، خصنا الحد ان هاد الشيء هذا ما يبقاش التصرفات غير اللائقه. هذا مكان وسمحوا لنا بزاف وشكرا بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.